السلام عليكم ورحمة الله متتبعي قناة فلوغوتاوي لبيتي شانيل. مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم اخر فيديو من سفر العراق. سبق لي ودرت لكم واحد التشكيله ديال الفلوغات اللي رائعه ونالت الاعجاب ديالكم، وكنبغي نشكر العائله ديال زوجي اللي داروا لي واحد الاستقبال اللي رائع مثل كل مره، الله يجازيهم بالف خير. وكيستقبلوا الاطفال بالحلويات او النساتل والنفاخات والهلاهل. قضينا معهم وقت ممتع جدا واخا ما سخيناش مع بعض، لكن هذه سنه الحياه لكل بدايه نهايه. كنبغي نشكرهم كبيرا وصغيرا على استقبالهم وعلى كرم الضيافه. اي بيت مشينا له ما شاء الله ما كيقصروش، كيحضروا لنا ما ألذ وطاب، خصوصا عارفين ان احنا في بلاد الغربه، وانا بدوري كنبقى نكتشف وصفات اللي غريبه عليا، وكنكتشف الثقافه ديال المطبخ العراقي من خلال هاد العزومات اللي حضرت لهم. ومن اللحظات الجميله اللي عشناها في العراق هما مثل هاد الخرجات الليليه مع العائله، كنديو ما قسم الله ما لذ وطاب. كنتعشاو تما وما شهيتكم في واحد الطبق ديال الدولمه، اخذنا الجدريه اولا الطنجره معنا للبارك، وتماك قلبناها وتمتعنا بها. وهذا البارك كتكون فيه مجموعه من الالعاب كتكون مسليه وممتعه بالنسبه للصغار والكبار، وفي نفس الوقت كنتمتعوا بالهواء النقي واللطيف، خصوصا في هذا الصيف واللي كتكون درجه الحراره مرتفعه، فكيكونوا الاهل متوانسين مكان محترم وعائلي ما كيسخاش الواحد به. بالبدايه يكون البارك شبه فارغ، لكن شويه بشويه ما شاء الله تتجمع العوائل. وباخر الفيديو غادي نعمل لكم جوله مفصله على هذا البارك، تتمتعون معنا وتاخذوا فكره على الالعاب المتواجده فيه واماكن التسليه. وهاي اللحظة اللي قلت لكم عليها ما شاء الله تشهي، عاشت الايادي وانتو احبابي صومكم العافية. واحسن وجبة كانت تعجبني وخفيفة بالصيف هي الخبز العراقي المقصب اللي يكون فريش مع الرقي او الدلاح، يا سلام والله ما ينشبع منه، منو مثلي اكتب لي بالتعاليق. فأحبابي مثل ما سبق وقلت لكم، سبق لي وشاركت معكم فلوقات جميلة جدا أثناء سفري، فلوقات من المصايف اللي موجودة في منطقة أربيل، مصايف اللي رائعة جدا ونالت إعجاب الكثير من الناس، كنشكرهم على التشجيع ديالهم والدعم ديالهم. عملت معكم أيضا فيديوهات مدينة أربيل، محلات اللي تقدر تفيدكم، محلات جميلة مثل محل تيركو للترازات والمكسرات رائع جدا. شاركت معكم فيديو من القصرية بأربيل، وأيضا مدينة كركوك بالمولات والمطاعم اللي تقدر تفيدكم. فالناس اللي مهتمة بهاد المواضيع غنخليكم روابط الفيديوهات أسفل الفيديو بصندوق الوصف. وهذا الخبز العراقي اللي بالحنطة والحبة السوداء ما شاء الله شقد شهي، عاشت الأيادي، مقرمش ومقصب ولذيذ جدا. فمثل ما قلت لكم بكل عزومة نروح اكتشف اطباق جديدة عصرية وتقليدية ومختلفة نوعا ما عن كل بيت. وهنا الشاي العراقي الاسود قاعد يتخدر بهذا الجهاز، فاكتشفت ان الشعب العراقي يحب الاكل كثير كثير، مثلا بالساعة 12 بالليل يقدرون يسوون طلبية ويجيهم الاكل على البيت. والناس اللي متابعة فيديوهاتي السابقة سبق وقلت لكم انه المطاعم ضل 24 ساعة مفتحة. وهذا السمك شقد يعجبني ما شاء الله، لذيذ جدا وفتي مثل ما تشوفون، السمك المسقوف العراقي الغني على التعريف. وما شاء الله استمتعنا بالجيمر العراقي، اللي ما يعرف شنو هو الجيمر، هو عبارة عن قشطة سميكة او ثخينة مستخلصة من حليب الجاموس. فراح أخليكم أحبابي تكتشفون الأطباق اللي تقدمت لنا بالعزومات، مثل هذا الطبق دجاج محشي، دجاج بدون عظم ما شاء الله كان لذيذ جدا. فبكل بيت لما نروح عليهم لازم يكونون دابحين طلي، نحلف أو ما نحلف ما يفيد، هذا من كرم ضيافة العراقيين كثر الله خيرهم. مثل ما تشوفون هنا صياني دجاج محشي وبأنواع أرز مختلفة وعليها اللحم اللي هو الهبيط،
وبالإضافة إلى الطلي اللي هو الكبش لازم تكون أطباق إضافية مرافقة، ما يصير بس طبق واحد. وأكيد هذا عنا نفس الشي بالمغرب، بس هم ما شاء الله عينهم كبيرة ويحبون الميز أو السفرة تكون مليانة. فكل بلد وتقاليده المختلفة عن البلدان الأخرى، بس هم دائما يحافظون على أن السفرة تكون مفروشة على الأرض. وما بين الأطباق المميزة البرياني، الكبة، سلطات مثل الباذنجانة، التشيمة، واللي ما يعرفها التشيمة بالمغرب هي الترفاس أعتقد، رغم أنه مش الموسم مالتها هسا، فالأهل خلونا حصتنا جزاهم الله ألف خير. وناهيك عن المشاوي والأطباق التقليدية، الدولمة، الدجاج المشوي، صيان العرب أو التشريب، السمك مثل ما شفتون يتقدم مع الأرز الأبيض أو الأحمر، الباجلاء واللي هي الفول، والكليتشة من الحلويات العراقية الغنية على التعريف، المحشوة بالتمر، ماكو عراقي ما يحبها، وأنواع وأشكال من التحليات والحلويات. وبحوالي الدقيقة العاشرة رح أشارككم موهبة رائعة جدا اكتشفتها عند أخو زوجي ما شاء الله عليه. عنده هواية غريبة نوعا ما، هو أنه يجمع الأحجار، ومش أي أحجار، عنده طريقة خاصة لجمعها، ومن بعد كي يصنع منها المجوهرات أو الحلي، ومش أي حلي، يروح على المجوهرات القديمة جدا ويعيد تركيبها بهذه الأحجار، يعطيها فخامة بعد. فكل التفاصيل راح تشوفونها إن شاء الله بهذا الفيديو، مع العزومات ومع الجولة اللي سبق وقلت لكم في مدينة الألعاب. أتمنى هذا الفيديو يكون نال إعجابكم، شاركوه أحبابي فضلا وليس أمرا مع أصدقائكم، وشجعوني بلايكاتكم اللي كتفرحني، ولا عندكم أي ملاحظات أو تعليقات خلوها لي تحت، ونقولكم فرجة ممتعة إن شاء الله، وللفيديو القادم بإذن الله. مع السلامة.